Assalamu alaikum, wa rahmatullahi ala wa barakatuh par la vidéo, tu le cours équation et inéquation de premier degré et système. Équation de premier degré à une inconnue. On considère dans R l'équation AX plus P égale à 0, comme on va le en entre parenthèses. Adin droit sur le si A est différent de 0, en il y On l'équation. de l'équation Hydranine est adin droit B l'ax égale moins P. ا كيخالف الصفر، إذا مزيان ا إيه آه إي ديفيغون دو زيرو إذا نقسمو نقدرو نقسمو طرفي المعادلة على العدد ا، آه. إذا إكس إيكال موان بي سو ا، آه. وبالتالي لقينا إكس كتساوي موان بي سي ا آه. ا إي آه ديفيغون دو زيرو الو كنكتبو اس وكنكتبو موان بي سو ا، آه. إذا المعادلة كتقبل الحل ناقص بي على ا. آه. لو دوزيام كا سي ا اي ديفيرون دو زيرو اذا ا اكس غتعطينا صفر غتبقى لينا بي وهذا العدد بي كيخالف الصفر بحال مثلا حلينا شي معادله لقينا في التالي ثلاثه كتساوي الصفر وثلاثه كتساوي الصفر هذا غير ممكن لان العدد ثلاثه يخالف الصفر اذا كنكتبو اس ايكال لونسومبل في يعني المجموعه الفارغه سي ا ايكال زيرو اي بي ايكال زيرو الوغ لا سوليسيون اي لونسومبل ار بمعنى الا لقينا حلينا واحد المعادله و لقينا في التالي 0 كتساوي 0 او لقينا مثلا 12 كتساوي 12 الا رديتي 12 للطرف الايسر غتولي ناقص 12 ناقص 12, ناقص 12 إذن هي 0 كتساوي 0 هذه كتعني بان اس كتساوي ار اذا مجموعه الحلول ديال هاد ليكواسيون سي لونسو بال ار اللي هو بلانترفال مو لانفيني بلس لانفيني Résoudre dans R l'équation. X plus 1 facteur X plus 3 moins X au carré plus 9 égale 0. Cette équation, fia ici, le carré. Voilà qui est le carré moins Adelaide, il est le carré moins Adelaide, il est le carré du premier degré. Il dit qu'il a mis les parenthèses, il a fait la factorisation. Il dit qu'il a un produit, alors c'est le produit, il a mis le produit de la factorisation, qui fait que j'ai moins X au carré plus 9. اذا شادي نفكروا عندنا بحال عندنا هنايا لا ديفيرونس دو دو كاري ا كاري موان بي كاري كيتيغال ا بلس بي فاكتور ا موان بي او ا موان بي فاكتور ا بلس بي اذا بحال غادي نعملو هنا بموان غنديرو اكس كاري وهاد تسعود داخل اقواس اذا غادي ندو ليهم الاشاره الو اكس كاري تسعود غادي نديرو العكس ديال تسعود هي يعني ناقص تسعود كتساوي الصفر اذا وهاد الجوده نخليوها كما هو اكس بلس ان فاكتور اكس بلس 3 identité remarquable numéro 3. Alors, x au carré moins 9, et x au carré moins 3 au carré, et il y a x moins 3 facteurs so, x plus 3. Nous avons le facteur commun, le la date x plus 3. On peut bien factoriser par x plus 3. Alors, x plus 3 facteurs, nous avons x plus 1. وهنا شنو بقى لينا باقي لينا موين اكس موين 3 ولكن اكس موين 3 ديروها اونطغ بارونتيز وهنا خصكم ديروا المعقوفات ايغال 0 اذا اكس بلس 3 فاكتور اكس بلس 1 موين اكس اذا اكس اش بلس 1 موين اكس بلس 3 ايغال 0 اذا هذه اكس بلس 3 فاكتور اكس مو اكس تعطينا صفر ثلاثة زائد واحد هي ربعة اذا نستطيع نديرو ربعة برا اذا فاكتور اكس 3 تخوا عندنا مثلا واحد العدد ا مضروب في اكس كتساوي صفر هذا عدد وهذا المتغير لا فاريال شنو كنقولو مباشره اكس كتساوي صفر ماشي ا ا ما صفر يخلي العدد صفر اذا شنو غادي بكل بساطه الوغ اكس 3 x égale moins 3 donc on a maintenant 4x factor x plus 3 égale 0 on va dire 4x égale 0 ou x plus 3 égale 0 mais ici on a 4x factor x plus 3 donc la solution de cette équation c'est S moins 3 une équation du de premier degré à une inconnue on considère dans R l'équation E ax plus b inférieur égal à 0 بغينا نحلوا résoudre هاد لينيكواسيون غنديرو ax plus b inférieur égal à 0 غنردو هاد العدد ب للطرف اي من غيولي ناقص ب ودابا عندنا x مضروب في العدد a اذا خصنا نقسمو غنقسمو طرفي هاد لينيكواسيون على العدد a اذا غنديرو ax sur a ونديرو موان b sur a ولكن خصنا ندرسو حالات اذا كان a بوزيتيف راه غادي نقسمو دون تغيير سون شونجي لوردر اذا اصغر من يساوي غيبقى اصغر من يساوي سولا فو كو هادي كتعني بان اكس اصغر من او يساوي موان بي سور ا جيد ولكن إذا كان ا نيجاتيف راه لوردر سافا شونجي غنديرو ا اكس سور ا مي غادي نبدلو لوردر غادي نبدلو الرمز ديال الترتيب غنديرو اكبر من او يساوي اذا موان بي سور ا اذا المتراجحه في التالي غادي تولي اكس اكبر من او يساوي بي سور ا في الحالة ديال ا آه اي بوزيتيف لي سوليسيون غادي يكونوا شنو عندنا اكس انفيريور ا موان بي سور ا اذا اذا انفيريور نقولوا هذا العدد هو موان بي سور ا اذا انفيريور اصلا العدد ناقص بي على ا اذا لي سوليسيون هما موان, موان لانفيني موان بي سور ا وهذا موان بي سور ا داخل في لي سوليسيون عندنا حيت عندنا لو سامبول اصغر من او يساوي اذا خصنا نديرو انترفال فيرمي نديرو هكذا في الحاله ديال ا آه نيجاتيف اذا لي سوليسيون شنو هما راه لي ما تشوفوش هذا الرمز في الاول اللي كان عندكم شوفوا في التالي فين وصلتو في لي لقينا اكس اكبر من او يساوي موان بي سيو ا اذا من موان بي سيو ا حتى لبليس لانفيني اذا موان بي سيو ا حتى لبليس لانفيني في الجهه ديال لانفيني ديما كنديرو لانترفال اوفير وفي الجهه ديال موان بي سيو ا غنشوفوا الرمز ان اكبر من اذا ندخلوا هذا موان بي سيو ا غنديروا انترفال فيرمي اذا الحاله الاولى سي ا اي بوزيتيف لي سوليسيون سون موان لانفيني موان بي سيو ا اي لا ريبريزونطاسيون غراف سور اون سور اون دروات غرادو باردون موان لانفيني بلس لانفيني حنا نعتبروا هذاك العدد موان بي سيو ا هو هذا اذا لي سوليسيون موان لانفيني موان بي سيو ا اذا على يسار موان بي سي او هادو هما لي سوليسيون و موان بي سي او داخل عندي نديرو انترفال فيرمي لو كا ديال ا نيجاتيف لي دو لينيكواسيون سي لانترفال موان بي سي ا بلس لانفيني اذا من موان بي سي ا بلس لانفيني و موان بي سي ا داخل وكا وكا كان عندنا اصغر قطعان غادي نديرو موان بي سيغ ا موان لانفيني لي سوليسيون موان لانفيني موان بي سيغ ا ولكن الجهة ديال موان بي سيغ غادي نديرو انترفال اوفيغ إذا بقا حضيو الرمز في حالة ما إذا أ آه كيساوي صفر إذا أ آه إكس كتساوي صفر غتبقى لينا بي أصغر من أو يساوي العدد صفر وهاد بي عدد موجب بمعنى بحال لقينا في التالي حلينا واحد المتراجحة ولقينا العدد تلاتة أصغر من أو يساوي صفر واش تلاتة أصغر من أو يساوي صفر هادشي غير ممكن إذا لي سوليسيون سي لونسومبل فيت الا كان مثلا ا يساوي صفر و بي اصغر قطعا من العدد صفر بمعنى بي اي لقينا مثلا موان 5 انفيريو ايكال زيرو و صفر موان 5 عدد اصغر من العدد صفر اذا لي سوليسيون سي لونسومبل ار نحلو هاد لي دو زون ايكواسيون موان دو اكس بلس 3 اي ستريكتومون انفيريو اكس موان 5 غنردو هاد اكس للطرف الايسر غتولي موان اكس اذا موان دو اكس موان اكس وهداك العدد الثلاثة نردو للطرف الايمن اذا موان 5 موان 3 اذا موان 3 اكس اي ستريكتومون انفيريو موان 5 موان 3 كتعطينا موان 8 لاحظوا جيدا راه هاد اكس مضروب في العدد السالب ناقص 3 اذا نقسمو على العدد السالب ناقص 3 اذا نومبر نيكاتيف اذا شنو On, va, on doit changer l'ordre parce que le nombre moins 3 est un nombre négatif, strictement supérieur. Iden x est strictement supérieur à 8 sur 3. Les solutions sont nommées. Délectionnez-vous la représentation sur une droite graduée moins l'infini plus l'infini. L'aide la est minée, elle est lettre. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une idée si je juge facilement si je fais la même chose. L'aide est minée, elle est lettre. X اكبر قطعا من 8 إلى 3 من 8 3 اذا لي سوليسيون هما هادو ولكن خصنا نديرو لو كروشي واش غادي لو كروشي اوفي ولا فيرمي ان اكبر قطعا سافو دير 8 3 ني با ما داخلش في الحلول اذا نديرو انترفال أوفير اذا لي سوليسيون في هذه الحاله هو العدد 8 3 ما داخلش اذا انترفال أوفير اون 8 على 3 بلس لانفيني ندوزو لهاد

واش صفر العدد صفر اصغر من او يساوي العدد ناقص خمسة لا العدد صفر اكبر من او يساوي العدد السالب اذا لي سوليسيون هنايا في هذه الحاله هي المجموعه الفارغه لونسومبل فيت طابلو دو سين دو بينوم ا اكس بلس بي عندنا واحد التعبير مثلا 3 اكس بلس 5 بغينا نديرو دراسه الاشاره اون فا ايتيدي لو سين دو ا اكس بلس بي هذا لو طابلو سين ديجا درناه في لو كوغ لوردر دون لونسومبل اي غنعاودوه غنديرو ان طابلو هنا في هاد لا بروميير لين هنا غادي نديرو اكس هنا نديرو موان لانفيني هنا بلس لانفيني هنا غادي نكتبو هاد التعبير هاد ليكسبريسيون ا اكس بلس بي غادي نديرو غادي نشوفو هاد ا اكس بلس بي فوقاش كتانيلا فوقاش كتساوي صفر الا ايه كان اكس كيساوي موان بي سور ا اذا غنجيو حنا نكتبو هاد موان بي سور ا في الوسط اذا هاد ا اكس بلس بي سانيل او موان بي سور ا غادي نديرو ان زيرو هنايا دابا سيغ لا دغوا دو موان بي سيغ ا سافو دير لا دو زيرو كناخدو حنا هنا الإشارة إما خصنا نديرو بليس ولا موان كناخدو لو سيني اش ديال لو أ لي مضروب في إكس ديال أ وهنا على اليسار سيغ لا دو زيرو كناخدو لو سيني ديال موان أ ولا لو سيني كونتخيغ دو أ ولا كنقولو لو سيني دو موان أ غنديرو مثال تطبيقي مباشرة هنايا كناخدو لو سي على اليمين كناخدو لو سي ديال أ وعلى اليسار كناخدو العكس ديال لو سي ديال أ نديرو مثال تطبيقي مباشرة باش نفهمو مزيان إذا ناخدو مثلا حنا واحد التعبير مثلا نقولو موان دو إكس بلوس تخوا هاد موان دو إكس بلوس تخوا فوقاش كتأنيلا موان دو إكس بحال كتحلو معادلة إيكال أ زيرو سولا فيديو موان دو إكس إيكال موان تخوا ألوغ إكس إيكال 3 سيغ دو غادي نجي نكتب هنا 3 سيغ هنايا سيغ لا دو زيرو غادي لو سين ديال شنو هو هنايا هو العدد ناقص اثنان لو نومبر موان دو, مو دو نيجاتيف إذا نيجاتيف يعني ناقص غندير ناقص على اليسار ندير العكس ديال ناقص. ندير سعيد بكل بساطة مثال آخر ناخدو مثلا حنا العدد يكون بوزيتيف إذا إذا دو إكس 2x-3 موان à la y de l a. L a, le x2 est un nombre positif, on dit on est positif on dit on est négatif. Bases, est ce Résolvons dans l'inéquation 2x-5, facteur moins x 2 est strictement inférieur à 0. Nous le tableau on va étudier le signe de 2x-5, facteur moins x 2. N'a raduit que vous x, moins l'infini, plus l'infini. que le premier facteur, 2x moins 5. N'a raduit que le deuxième facteur, moins x plus 2. Ouf, la dernière case le produit, 2x moins 5, facteur moins x plus 2. D'abord, j'ai raduit que 2x moins 5 pour h4 annuel. 4 annuel, 4 si x égale 5 sur 2. J'ai dit. Ou moins x plus 2, 4 annuel. Si x égale à 2. Je clique bien, c'est 5 sur 2 ou 2 Bien sûr, 5 sur 2, 5 sur 2 égale 2 Yasra. 2 yes a un peu de juge qui est là. 5 sur 2. Il y a 2x moins 5 qui annule 5 sur 2 en 0,0. On a un peu de telle telle. produit qui annule 5 sur 2. Moins x sur 2 plus 2 s'annule en 2. On a le peu de telle. 0, 7. ودابا غنديرو لي سيني دو اكس موان 5 سور لا دو زيرو غادي ناخدو لو سين ديال ا ا عدد موجب دو ايتا نومبر بوزيتيف اذا نديرو بوزيتيف على اليسار نديرو العكس ديال زائد اللي هي ناقص ناقص موان اكس بلس دو العدد اللي مضروب في اكس عدد سالب اذا سور لا دو زيرو نديرو موان موان هنا بلس ودابا شنو غادي نديرو غادي نديرو عملية ديال لو برودوي موان ف بلس غتعطيني موان موان في موان تعطيني بلس بلس ف موان موان دابا حنا بقينا هاد لو برودوي كتعطيني ستريكتومون انفيريو ا زيرو بمعنى سالب فوقاش كيكون سالب كيكون سالب في هاد البلاصة هنا عندنا موان هنا عندنا موان اذا سالب في لانترفال موان لانفيني دو و لانترفال سانك دو بليس لانفيني غادي نجيو ناخدو نكتبو لي سوليسيون سو فورم ملي كيكون عندنا اين ايكواسيون كنكتبو لي زانترفال ولكن كنديرو لونيون دي زانترفال غادي نديرو لانترفال موان لانفيني

إذن اذا هذاك العدد جوج خصني نحيدو من الحلول اذا خصني ندير انترفال اوفيغ ندير اونيو 5 سيغ 2 بلس لانفيني ها 5 سيغ 2 بلس لانفيني عاوتاني 5 سيغ 2 الا كان اكس كي يساوي 5 على جوج يكون عندي صفر وانا بغيت هنا عاده يكون اصغر قطعه من الصفر اذا حتى 5 سيغ 2 غادي نحيدها من الحلول اذا لي هي صون سي لانترفال موين لانفيني دو اونيو intervalle 5, 2 plus l'infini. Équation du de premier degré à deux inconnues. Je vous l'équation du de premier degré, il deux inconnues de x, y. Il y a A qui est le seul. Il a un est هاد ليكواسيون إذا أ إكس كتساوي غادي بي إكغيك بليس تي نفرضوها للطرف الآخر تولي موان بي إكغيك موان سي إذا كان أ كي خلف الصفر عندنا الحق نقسمو طرفي ليكواسيون سوغ أ إذا إكس إيكال موان بي سوغ أ إكغيك موان سي سوغ أ إذا الحلول ديال هاد ليكواسيون دو بروميي دوغري أ دوزان كوني راه لقينا إكس كيساوي موان بي سوغ أ إكغيك موان سي إذا موان بي سوغ أ إكغيك موان سي الاخر غادي يكون هو ايغريك اذن لي سوليسيون سون لو كوبل هاد لو كوبل موان بي سور ا بنفس الطريقة إذا كان بي كيخالف الصفر غادي نلقاو القيمة ديال إيكغيك إذا بي إيكغيك كتساوي موا أ أ ولكن يكون كيخالف الصفر اذا لي سوليسيون هما اكس لو كوبل اكس و -ا آه على بي اكس سي على بي تل ك اكس ابارتيان بارتيان آه. ا ار كان ا آه ايغال زيرو و بي ايغال زيرو عندنا جوج حالات عندنا ا آه كيساوي الصفر بي كيساوي الصفر اذا هادشي صفر غيكون يعني عندنا صفر زائد صفر زائد سي كيخالف سي, سي كيخالف صفر اذا سي كيساوي الصفر اذا هنايا يع... غيكون عندنا شنو ليكواسيون ال 0 0 سي 0 C يخالف الصفر اذا لي سوليسيون شنو اذا كان C يخالف الصفر قيل مثلا كتساوي الصفر هادشي غير ممكن اذا لي سوليسيون سي الا كان سي كي صفر تساوي صفر بمعنى صفر زائد صفر زائد صفر سي كيساوي كي صفر 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 كيساوي صفر اذا لي سوليسيون شنو هما هي هي هو لو كوبل حنا راه خدامين في ايكواسيون ا دو زانكوني خ... اذا الحلول كيخصني ان كوبل اذا ماشي غاديش نكتبو ار غادي نكتبو ار او كاري هكا نشوفو لو سيستيم دو دو زيكواسيون ا دو زانكوني نضمط معادلتين بمجهولين عندنا لو بروميير ايكواسيون ا اكس ب واي ايغال ا سي ا بريم اكس بلس بي بريم واي ايغال سي بريم غادي نتعرفوا على لو ديتيرمينون كيفاش نحسبوا لو ديتيرمينون عندنا هاد العدد لو ديتيرمينون كديروا دو بار فيرتيكال كناخذوا هاد لي كوفيسيون ديال اكس و واي كنكتبوهم في لا بروميير ليني او كنبداو بلا كولون كنكتبو هكذا

دابا حسبنا لو ديتيرمينون خصنا نشوفو لو كوب لا سوليسيون ديال هاد لو سيستيم غادي غادي نشوفو حالات الا كان دلتا حسبنا لو ديتيرمينون لقينا هاد ا بي بريم موان بي ا بريم كيخالف الصفر غادي نحسبو دلتا اكس دلتا اكس شنو غادي نديرو غادي ناخدو هاد سي سي بريم غادي نديرو دو باق بغينا اكس شحال كيساوي دلتا اكس غادي نمشيو حنا بحال غادي نباريو في الوسخ على على اكس على لي تيرم لي فيهم اكس شنو غيبقى لينا غيبقى لينا بي اي كتساوي سي بي بريم اي كتساوي سي بريم ولكن غادي نبداو بسي سي بريم هما اللي كتبوا الاولى سي سي بريم عاد آه في لا دوزيام كولون غادي نكتبو لي كوفيسيون ديال اي غادي نكتبو بي بي بريم لي كتساوي سي في بي بريم هي سي بي بريم ناقص بي سي بريم ومن بعد بوغ كالكولي عاوتاني باش نكالكوليو دلتا إيكغيك غادي نباريو على لي تيرم لي فيهم إيكغيك و هاد المرة مغاديش نبداو بسي سي بي غادي نبداو بلي كوفيسيون ديال إكس لي هما أ أ بريم و عاد نكتبو سي سي بريم إذا لي كتساوي أ في سي بريم موان سي أ بريم و دابا الحلول شنو هما الحلول سوليسيون هو لو كوبل هو لو كوبل دلتا اكس سور دلتا بالنسبه لاكس وبالنسبه لاي هو دلتا اي على اي على دلتا معذره هذه هي الطريقه ديال حل نظمة دابا نشوفو لو دوزيام كا اللي هو الا كان دلتا كيساوي الصفر إذا كان دلتا كيساوي الصفر لو سيستيم ادمي اون انفينيتي دي سوليسيون او نادمي با دو سوليسيون إذا كان هاد دلتا عطى لينا الصفر فان هاد النظام تقبل اون انفينيتي يعني حلول لا نهائيه ولا ما عندهاش الحل يعني غادي نكتبوا لونسومبل فيت نديرو تمرين تطبيقي غيزو دون ار او كاري لو سيستيم سويفون اولا غادي نحسبو لو ديتيرمينون كالكولون لو ديتيرمينون نديرو دلتا كتساوي غادي ناخدو لي كوفيسيون ديال إكس نديروهم في لا كولون إذا واحد دوزيام كوفيسيون هو العدد إثنان وفي لا دوزيام كولون نكتبو إذن نحسبه. موين موين دو غادي نكتبو لي كوفيسيون ديال إكغيك إذا موان زان ودابا نحسبو أن فوا تروا سي فوا اذا 3 موانز فوا 2 هي موان 2 مع الموان بليس 2 الو لو ديتيرمينون ايكال 5 دابا نحسبو دلتا اكس دلتا اكس حيد عليك لي تيرم اللي فيهم اكس ولكن غادي تبدا بسي سي بريم سي هو هنايا جوج سي بريم هو 3 ودابا ناخذ لي كوفيسيون ديال اي اللي هما موان 3 ودابا نحسب جوج في 3 هي 6 ناقص ناقص واحد في ناقص ثلاثة هي ثلاثة غادي نكتبها مباشرة ستة ناقص ثلاثة كتعطي لي ثلاثة نحسب أنا دلتا إيكغيك دلتا إيكغيك باري على لي تيرم اللي فيهم إيكغيك دابا غادي نبدا بلي ديال إكس إي واحد إي, إي إكس بضروف واحد إذا واحد وعندي جوج إكس اللي يعني ناخد لو كوفيسيون دو وهنا ندير لي ديال سي سي بخيم دو موان تخوا

3 على 5 زائد 7 على 5 هي 3 زائد 5 7 هي 10 10 على 5 كتعطينا جوج مزيان غنعوضوا في المعادله الثانيه جوج في 3 على 5 هي 6 على 5 3 في ناقص 7 على 5 كتعطيك ناقص 21 على 5 6 ناقص 21 كتعطيك ناقص 15 على 5 وناقص 15 على 5 هي نيت ناقص 3 اذا لقينا العدد ناقص 3 اذا هذا لو كوبل فيريفي بيان لو سيستيم اذا هذه هي الطريقه باش تحلوا نظمة كتكون معادلتين تالينا الدرس السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته